وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي يلتقي بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، وتناول الجانبان مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الاتحاد والبلاد في مختلف المجالات، خاصة دعم مشروع التنمية المستدامة في تشاد. السفير الجديد لجمهورية جنوب أفريقيا لدى تشاد يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده لدى تشاد لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي بحضور معاوني الوزير. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. بحث اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرانج مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون بين الاتحاد والبلاد، خاصة دعم مشروع التنمية المستدامة الذي وضعته الحكومة التشادية. كان ذلك في اللقاء الذي جمع الطرفان اليوم بمباني الوزارة. تقرير عز الدين الأمين. تطوير أفاق التعاون المشترك بين تشاد والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، سيما دعم الاتحاد لتشاد في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، هو مغزى اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرين مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالبلاد. هذا اللقاء الذي استمر زهاء ساعة كاملة ناقش فيه الطرفان بحسب الوزير جملة من القضايا العالقة، أبرزها الإرهاب ومسألة التردي الاقتصادي الذي تعيشه تشاد. وقال الوزير دوبرين إن الاتحاد الأوروبي بقدرته المعروفة بإمكانه أن يؤدي دورا مهما ودعم البلاد في مساعيها لإنجاز أهداف التنمية المستدامة وتجاوز الضائقة المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط. إلى ذلك أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بمستوى العلاقات بين تشاد والاتحاد، معربة عن رغبة جميع الدول الأوروبية بمساعدة تشاد في حربها ضد الإرهاب، وكذلك تنفيذ المشاريع الاستثمارية ودعم قطاعات التنمية المختلفة. شهدت اليوم دار المرأة التشادية افتتاح أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة السويد تشاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة العنف والتطرف، وذلك لإصالح ممثلي وجمعيات المجتمع المدني بالدائرة الثامنة. تقرير عائشة أحمد دكي. توخي الحذر والاستحضار لمستصغر أثرات الإرهاب والتصدي له كان هو المفهوم العام من تنظيم هذه الورشة التدريبية التي نظمت من قبل الاتحاد الأوروبي والسويد لصالح الشباب وممثلي رؤساء الحارات وجمعيات المجتمع المدني حول محاربة العنف والتطرف أيا كان شكله. فهذه الورشة تستهدف الفئات الشبابية والمنظمات العاملة ميدانيا في المدارس والمؤسسات لمواجهة ظاهرة التطرف وبسط السلام في أوساط المجتمع لتحقيق التعايش السلمي، ذلك حسب ما أدلى به منسق المنظمة الوطنية أتريب. بينما تحدثت ممثلة منظمة السويد بتشاد ميمونة باه بأن الإرهاب وعمليات التخريب يترتب عليه عواقب وخيمة لا تحمد أقباها، لذلك على الجميع بذل المزيد من الجهود للحد من الأفكار الحدامة التي لا تخدم مصالح الأمة. هو يعني مشكلة أنا أمين كان تفكر يعني في أوائل 2015 يعني بيجي مشاكل ما بكوارا في تم أروندستما لذا يعني البارتنر سوسيو سيء على فيل نجمين أشرة دوائر، لكن قالوا البخان البوكو هرام أتاكدا لازم إن شاء الله نسوي تعويل للشعب يقودوا في جيلا أي وقت إذا كان البوكو هرام أو أي ذول أدو كان جاء الشعب سيدة في جيلا مزوليتا والناس ذول إن شاء الله يكرمون. وخلال يومين سيعرج المشاركون في الورشة إلى التطرق للمسائل التي تؤدي إلى التطرف وظواهر العنف والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها والخروج بنتائج تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد. كما بدأت اليوم أيضا بدار المرأة التشادية أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها خلية الاتصال والإعلام للجمعية النسائية حول دعم تعليم الأطفال اللاجئين وتأسيس مركز لتأهيل الفتيات. تقرير محمد صالح الحسين وقراءة إشراق عبد الله الرحمن. بهدف دعم تعليم الأطفال والفتيات خاصة واللاجئين منهم، جاءت انطلاقة الورشة التدريبية لأعضاء خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية المعروفة اختصارا بسيلياف. واستهلت المناسبة بكلمة رئيسة الخلية نيا أندوم ماجي التي قالت أن أعمال المشروع تستمر لمدة 6 أشهر، ويركز المشروع بشكل خاص على العنصر النسائي في النظام التعليمي
ومن خلال تعزيز الممارسات الصحية الجيدة في المدارس ومرافقة رعاية الأطفال، كما سيتم إنشاء 34 مركزا لتأهيل الفتيات والسماح لهن بالذهاب إلى المدرسة. 5 ريجيون هنا تشاد، لوغون اوكسيدان، لوغون اورينتال، ماندول، وادي فيرا دي ايست، وما اخواتنا في مامرا انتن هنا سيليا فالفي في اقليم داكولو ليسيرو مام للتعليم. علما بان هذه الورشه تضم 5 مناديب قدموا من مختلف اقاليم البلاد، وذلك من اجل توعيه اولياء الامور الاطفال اللاجئين ودعم مسيرتهم التعليمية. نظم مساء أمس الدكتور فضل سليمان مؤتمر نقاش حول التقييم وإدارة الطاقة المتجددة اعتمادا على تكنولوجيا الشبكة الكهربائية التركية. المناسبة جرت بكلية العلوم التطبيقية التابعة لجامعة أنجمينا. ياسر محمد أحمد. يأتي هذا المؤتمر النقاشي الذي أحياه دكتور فضل سليمان تحت موضوع تصميم وإدارة الطاقة المتجددة اعتمادا على تكنولوجيا الشبكة الكهربائية الذكية، حيث تطرق المؤتمر عن إيجابيات الطاقة وكيفية تجديدها عبر أوراق الأشجار أو فضلات المواشي. هذه التكنولوجيا لابد أن نأتي بها ونعلم أبنائنا، لأن أبنائنا هم المستقبل، يتعلموا هذه التكنولوجيا حينها عندما يتقنونها فالأمر يكون سهل. شيء تشتري بعشر ملايين في الأخير ممكن يخرج مليون أو مليونين، وعندك التكنولوجيا وتستعملها تصنع أشياء أخرى. فمن أهم الأشياء هي التكنولوجيا. الشيء الثاني، أنا كلام في الميكرو ريزو، هذا السيستم الصغار، هذه ممكن يعني تجمع على الطاقة الشمسية والطاقة الرياح أو بتسموه الغاز، إذا ترسيت في المحرك الصغير بتاع الغاز، هاي لما تجمعها بتاع الغاز هذه، لأن أحيانا في المدن أو القرى البعيدة لما تشيف هذا الجنراتير الغاز هذا الصغير بتاع الديزل والكربيران، ومن بعيد عشان تنقل هذا الكربيران مكلف، فالجنراتير الغاز هذا انت بتستعمل الروث هذا او الاشياء بتاع البهائم، هذه الروث البهائم او ورق الاشجار، بتعمل من الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي هذا محلي تستعمله لكي تشغل هذا المحرك وتعمل ايه الكتريستي. كما تخلل المؤتمر أسئلة من قبل الحضور حول إدارة الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الشبكة الكهربائية الذكية، وقد رد عليها المؤتمر بكل وضوح. رفع سائقو الشاحنات إضرابهم بمدينة موندو الذي دام 3 أيام بحجة المعوقات المتمثلة في الرسوم المتكررة والمفروضة عليهم في الطريق من دولة إلى أنجمينة، حيث وصلت إلى العاصمة أكثر من 100 شاحنة. نتابع جزء من كلمة رئيس اتحاد جمعية السائقين والنقل حسن محمد حميد بعد رفع هذا الإضراب. المشكلة السواقين ما عندهم أي مشكلة، عندهم صعوبات في الطريق بنزل الحوادث، الناس الأخوان الأمن بكل أنواعه سواء كان قوات الدرك أو الشرطة الوطنية اللي تواجدوا أقسام الأخرى القيدين عندهم صعوبات بنزل الفرمليتين، ولذلك اضطروا ووقف السيارات في موندو. ولذلك الإدارة النقابة الوطنية سبقين هنا تشاد قدم الدرجة في الجنوب مشى تحاور وحل المشكلة، فالحمد لله يعني السيارات كلها دخلوا كما تشاهدون في أعيانكم في أمامكم، هذه السيارات دخلوا العاصمة القومية بإذن الله. المعوقات إذا كان الظروف اللي يعاني فوق السائق أخي العزيزي ما نقدر نقول لك إلا تحسع ولا تعود في كل الأجهزة الأمنية المتواجدة في الطرق. نحن الحكومة متغير بأي شيء، في أي قار شجرة إذا كان الخط الأمني فلا بأس، ولكن التجاوز الانتحاكات بالنسبة للقوانين الدول بين تشاد وكامرون فيه بنود متفق عليها بطول تعاون، وفيه أماكن مخصصة للبحث تفتيش على الأوراق وإلى آخره. طبعا الوطن ده للكل، إذا كان جانبنا نحن الإدارة النقابة الوطنية سواقين الرجال أو السواقين بنفسه الذي يعد في عمل السواقين في التنمية للبلد أو أجهزة الأمنية أو وزارات المختص بالنسبة للنقل، يعني ندوا الرسالة من هنا فيكون يكونوا يصحلوا في جميع الأشياء لكي نتعاون على التنمية في البلد، على الوطنية في البلد، على خدمة المواطن.
رياضيا، عقد اليوم رئيس الفدرالية التشادية للعدائين متر سين جارو مؤتمرا صحفيا بفندق هيلتون هنا في العاصمة إنجامينا، تناول من خلاله تجهيزات سباق السلام في دورته الثانية بجانب المشاكل والصعوبات التي تواجه اللجنة المنظمة. عباس أبكر مصطفى. حدث رياضي كبير ستحتضنه بلاد توماي في الأيام القلائل المقبلة، المتمثل في سباق الماراثون السلام الطويل، والذي سينظم من قبل الفدرالية التشادية للعدائين وبدعم من الشركاء في مجال الرياضة. لذا جاء انعقاد المؤتمر النقاشي لمعرفة الاستعدادات اللازمة لخوض غمار المسابقة في نسختها 12. رئيس الفدرالية التشادية للعدائين ماتر هيسين غارو عدد مشاركة الفدرالية في الألعاب، مضيفا بأن هذه الدورة سيشارك فيها قرابة 600 عدة من مختلف الدول المشاركة في هذه الألعاب. في مداخلتهم الشركاء أكدوا عن التزامهم ودعمهم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الذي يبرز فيه العدائين مهاراتهم. وفيما يتعلق بأسئلة الصحافة العامة والخاصة حول كيفية تنظيم المسابقة وعدم مساهمة الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، في رده ماتر هيسين غارو رئيس الفدرالية التشادية للعدائين أكد بأن الفدرالية قدمت الوثائق ولم تجد آذان صاغية لدعم هذه الرياضة، علما بأن سباق ماراثون للسلام له 4 أماكن لتسجيل المشاركين: الأول بملعب إدريس محمد أويا، وثانوية إبراهيم محمد إتنو بحي فرشة، وثانوية قاسي، وثانوية وليا.